باقي لنا 24 ساعة ونغادر المكان ذا. 24 بالضبط؟ تقريبا 24 25 ساعة يعني ما يعني تقريبا يوم اللي هو يوم الأحد. الأحد في الليل الساعة يعني تقريبا بدري ما بنغادر المكان ذا. المكان هذا أول ما حطيته تذكرون يوم جلسة مجبب وقال له شيد مجبجب. المكان ذا يذكرني بتفاصيل واجد، حتى كان هنا في رشيد كنا كل واحد ما يمون على الثاني. ايه عشان كذا انا كنت اكره ابعلمك، وكل واحد ما يدري يعني. انا يا نواف ما اعرف شو مخلد، مخلد ما يعرف شو ضيف الله، الدفين ما يعرف فلان. فكان يعني تونا داخلين جدد، كنا 24 متسابق. يعني مجرد ان نجلس في المكان ذا، يعني مثلا الحين احنا اربعه ساعه جلسنا، ثلاثه طالعين من الهانجر، اربعه جايين منا، خمسة جايين منا، شوي لهم ممتلي. صدقت. وكان الإدارة يقول تفرق وتفرق وتفرق. شوي يا عيال، احنا الشباب يحسبونها من أول كشتة، اللي يجي كذا يسكرونها. فما يحسبون، فكنا يعني أوه أبو ركاء. يا مرحبا أبو ركاء. أتذكر أبو ركاء هذا. ناشد. كان جالس رشيد هنا يقول شيلة. شاله يا اخوي ما ندري قصيدي. استغفر الله. كلها ايام 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 وجرح قلبي.